بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم صينية البطاطا، هنعملها بإذن الله بطريقة حلوة قوي يا رب تعجبكم. الأول أنا جايبة هنا كيلو بطاطا زي ما شايفين كده بالشكل ده اللي هي الحمراء، وحطيتها في حلة وقطعتها كده وغسلتها كويس جدا طبعا، وحكيتها بالفرشة يعني ظبطتها خالص وحطيتها في الحلة زي ما انتوا شايفين. هحط عليها كوباية مية صغيرة مش كبيرة اهيت، وعليها كوباية سكر. السكر طبعا على حسب الرغبة، يعني اللي حابب يخليها مسكرة قوي يعني على حسب اللي بيحب السكر. وهنعلق عليها وهنسيبها خالص لحد ما تستوي عندنا وهنشوفها بعدين. هنبدأ بعد كده المرحلة اللي بعدها. هنا بعد ما سلقتها زي ما انتوا شايفين كده وطلعتها اهو، ده الشكل بتاعها. هبدأ بقى بعد كده المعيار بتاعي، الحاجة بتاعتي اللي انا هحطها. انا عندي هنا معلقة ونص سمنة بلدي، واخدة لها سمنة بلدي، وهاخد معلقة فانيليا. اللي حابب يستبدل الفانيليا بمية ورد ما فيش مشاكل، هاخد معلقة كبيرة قشطة، وعندي كوباية حليب هنزلها بالتدريج، وعندي جوز الهند. هنبدأ كده واحدة واحدة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط السمنة البلدي، ننزل عليها كده وهي سخنة، وهنحط جوز الهند بسم الله، والفانيليا، وهاخد معلقة كبيرة قشطة، وهرس كل ده مع بعضه. طبعا الريحة طبعا مع الحاجات دي كلها يعني حاجة كده تحفة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونهرس مع بعض. هنبدأ ننزل كده، اللي عايز يحط مكسرات يحط، بس انا هفضل ان انا احط المكسرات من فوقيها مش من جوه. بعد كده هنزل باللبن حاجات بسيطة، لان ممكن محتاجش الكوباية كلها، يعني انزل شوية بشوية كده بسم الله عشان ما تسحش مني خالص اهوت. هنحط شوية كمان بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما هرستها خالص، انا عندي هنا القوالب، انا هتعامل معاها معاملة كأني بعمل رز بلبن بالظبط، على اساس ان كل واحد ياخد طبقه يبقى كفاية عليه، يعني يبقى يدوبك هو الطبق. وهنفرد كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعده بعد ما مليت القوالب بتاعتي كده اللي هي الفخار دي، عشان طبعا هندخلها الفرن، انا حطيت بمعلقة كده صغيرة لبن كده على الوش عشان ايه يديني الحمار الحلو بتاع الوش ده، وهدخلهم الفرن اهوت، وهنشوفهم بإذن الله لما يخرجوا يبقى شكلهم عامل ازاي. وكده ده شكلها النهائي بعد ما خلصنا زي ما انتم شايفين اهيت. طبعا انا قلت لكم انا هحط المكسرات من فوق، ممكن بقى تحطيها تسيبيها ساده زي ما انت شايفه كده، يعني انت والمتاح عندك ممكن تحطي سوداني زبيب، يعني اللي متاح في البيت ممكن تحطيه بشكل جمالي كده هيعجبك جدا. الريحه مش عايزه اقول لكم، يعني قلب المطبخ ريحه تحفه تحفه تحفه. السمنه البلدي مع القشطه مع ده اداني ريحه حلوه قوي، والطعم كمان حلو قوي. اتمنى باذن الله انكم تجربوها، ويا رب تنال اعجابكم. ما تنسوش الاول مره يشاهد معايا القناه، يشترك فيها ويضغط على الجرس عشان يوصل له كل جديد، وتضغطوا اعجاب. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.